خليفة حفتر آمر القوات البرية السابق بإلقاء القبض على أعضاء المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة في حال قدومهم إلى بنغازي. وأعلن حفتر خلال بيان له عن قبوله لما أسماه تفويض الشعب بفرض الأمن في بنغازي، ووعد خلال بيان ألقاه أمام منزله مساء اليوم بحضور حشد من مؤيديه، وعد بعقد اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني لوضع خطة شاملة لتأمين المدينة. التفاصيل. وينضم إلينا في المقابل عبر الهاتف من بنغازي اللواء خليفة حفتر آمر القوات البرية السابق. أهلا بك سيد خليفة. أهلا وسهلا بك، مرحبا. نعم سيد خليفة، طبعا حسب آخر المعطيات التي وردت إلينا حسب مراسلنا، سوف أسألك بداية، لماذا هددتم بإلقاء القبض على أعضاء المؤتمر الوطني أو الحكومة إن توجهوا إلى بنغازي؟ والله نحن أعضاء الحكومة والمقصود بهم هو زيدان بن زعولة سبب الفتنة مع رئيس المؤتمر الوطني، صح التعبير، المنتهية ولايته. هؤلاء منتهية الثقة فيهم والشرعية، وولايتهم قد انتهت، فلماذا يعني يتنقلون لبث الفتنة بين السكان وبين وهم يرسلون أموال طائلة لعناصر خارج عن القانون متواجدة هنا في المدن الرئيسية وخاصة بنغازي يعني تفتيت بعض الأشياء يعني، وبالتالي نحن نرفض تواجدهم. قلنا هذا حتى لا يلومون إلا أنفسهم عندما يحدث معهم هذا الموقف يعني. طيب، على من تعولون في تطبيق هذا الأمر إن حدث؟ نعول على الشعب أولا وأخيرا، نعول على القوات المسلحة التي تحت إدارتنا وهي جميعا تحت إدارتنا في هذه المنطقة، ونعول على كل الوحدات الأمنية متواجدة في انتظارهم، إذا كان أتوا فسيجدون المطلوب. طيب، هل هذا يعني أن هناك تنسيق بينكم وبين هذه القوات الأمنية وأنها أيضا تذهب معك في هذا الرأي؟ طبعا شيء طبيعي. نعم. طيب، هناك أيضا سيد خليفة من يلومك ومن يرى أنه إن كنت يعني لا يلوم مبادرتك، ولكنه يقول أنه قد سئم البيانات، وإن كنت تريد حقا أن تملك مركزا سيادي فلتذهب للانتخابات. ما هو تعليقكم؟ هذا شيء طبيعي. إذا كانت أولا أنا لا أطلب مركزا قياديا ولا أطلب مركزا سياديا ولا، ولكن إذا انتخبني الشعب فأهلا وسهلا، شيء نحن لا نخالف إرادة الشعب بل سننفذها لأنها خدمة لهذا الشعب وليست مطلبا بالنسبة لي. طيب، هذه ناحية. نعم. أما الآخرون الذين يتهافتون على المواقع بدون اختيار للشعب فنعتقد أنهم ظلموا أنفسهم يعني. وبالتالي ونعطيك مثل بسيط، وجود المؤتمر ما يسمى بالمؤتمر المنتهي ولايته حتى هذه اللحظة، ف يعني لماذا التمسك بهذا الكرسي؟ فقط لمرتب عالي يعني، والا لاملاءات اتتهم من قطر وما شابه ما ادراك ما قطر. يعني هذا للاسف شيء مؤلم يعني. نعم. نحن لا 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 الشيء الوحيد الذي يهمنا هو امن بلادنا وان يحيا الليبيون حياه صحيحه تتلائم معهم، ولم يكن مثلهم مثل بقيه الآخرين الذين ذاقوا ذرعا في 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 وجودهم خارج البلاد في هذه الغربة، وأنهم يعانون كل المصاعب في خارج بلادهم هم وأسرهم. طبعا نحن لا نرضى بأن الليبيين يعاملوا مثل هذه المعاملة، نحن نريد الليبيين يعيشوا فوق أرضهم وتحت سمائهم بغاية من الكرامة والعزة. نعم. طيب، في سياق البيان الذي قمتم بإلقائه أمام منزلكم تحدثتم عن الذهاب في خطة شاملة لتأمين المدينة، ما هي استراتيجيتكم لتفعيل هذه الخطة وفيما تتمثل هذه الخطة؟ والله أولا تفاصيل هذه الخطة طبعا ليس من المطلوب يعني ذكره الآن، ولكن استراتيجية تكمن في أن الوضع القائم يهدد حياة الليبيين. لا يمكن إطلاقا أن يأتوا مرتزقة
وينغص حياة الليبيين بالقتل والسهب والسلب يعني الخطف. هذه الأمور أشياء تكاد تكون معيبة حتى في حقوق الرجال الليبيين. الرجال الليبيين لا يرضوا إطلاقا بهذه الموجة من العذابات التي تمر يوميا بأبنائنا. نعم سيد خليفة، لكن من فضلك فلنعد إلى السؤال لم تجبني عليه، ما هي الآلية التي ستعتمدونها في فرض الأمن داخل بنغازي؟ نحن تكلمنا عن هذه، ذكرت لك نحن إمكانياتنا اللي موجودة بين أيدينا والتي نعتمد عليها في القوات المسلحة، فهي طبعا هي التي نعتمد عليها اعتمادا كليا يعني. طيب نعم. طيب سيد خليفة، في هذا السياق هل هناك أي جهات رسمية أو أطراف رسمية كبعض القوات؟ لا أعلم إن كانت هناك طبعا أعلنت رسميا انضمامها إليك. لو تكرر السؤال مرة ثانية سمحت لأن ما... نعم، هل هناك أي جهات رسمية، هل هناك أي أطراف أعلنت رسميا انضمامها إليك وإلى مبادرتك؟ نعتقد أن هذه الوحدات من زمن بعيد هي تحت أمرتنا، لا تحتاج إلى تجديد مرة ثانية، وأنك ستسمع في الفترة القادمة القليلة القادمة. عن أي وحدات؟ نعم سيد خليفة، عن أي وحدات تتحدث؟ ما يجعلك تؤكدي أن القوات هي تحت أمرتنا. طيب عن أي قوات تتحدث السيد خليفة؟ هل قمت بتسميتها؟ من هي هذه القوات؟ عن أي واحدة تتحدث؟ أتحدث عن القوات البرية والجوية والقوات القوات الجوية والبرية والبحرية أيضا. نعم. طيب سيد خليفة، إن كلفتم رسميا وإن تم تفويضكم رسميا من قبل الشعب بمركز ما لتأمين مدينة بنغازي، هل تعتقدون حقا أنكم سوف تؤمنون مدينة بنغازي وتفعلون هذا حقا؟ نعم، شكرا لك على هذا السؤال وبكل ثقة. نعم السيد اللواء خليفة حفتر آمر القوات البرية السابق، نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وكل هذه التفاصيل والإجابات.